بس دي اصلا يعني دي صور مسربه من القاعده العسكريه، ودي حاجات تم تنفيذها وتم وضعها في الفضاء. وحتى منظومه زي ما قلنا الاقمار الصناعيه الجديده اللي هي مش بس فيها المرايه العاكسه وفيها اجهزه هولوجرام، بل فيها كمان اجهزه مسح النشاط المخ المغناطيسي اللي هو ام اي جي، اللي هي بتستطيع ازاي تتعامل مع اختراق مخ الانسان بعمليه استحواذ، او ان انت ممكن ان انت تستهدف شخص بعينه. فالنقطة كنا بنتكلم فيها ان المرحلة اللي هي التالتة اللي هي عملية الاستحواذ بالاي ال اف دي مرست وبتمارس من زمان. وعلى فكرة برضو تم اعتراف بعض عملاء السي اي اي وبعض الجهات المتخصصة ان تم استخدامها حتى في سجون جوانتانامو على سجناء القاعدة، ومنهم مثلا واحد شهير اسمه أبو زبيدة، ده كان زعيم في القاعدة. هنشوف الفيديو اللي بعد دوت برضو عميل سي اي اي، بس خلي ده شغال يعني احنا واحنا بنتكلم عن الشعر الأزرق، انه تم الاستحواذ عليه بالأجهزة التقنية في خلال 30 سنة، واعتقد بعديها ان الله يحدثه من الداخل ويحيي إليه من الداخل. 30 ثانية لعبوا في دماغه في خلال 30 ثانية. هو ممكن برضو يعني يا ريت نشغل الفيديو رقم 4 نشغل فيديو رقم 4 وانا بتكلم. فنقطة الاستحواذ انا زي ما قلنا دلوقتي هم بيصنعوا الاحداث بحيث ان هم يشتغلوا باجهزة الهولوجرام. ادي حالة الصورة هي. يعني هو بيشرح ازاي ان هم يشتغلوا باجهزة الهولوجرام بحيث ان هم هيصوروا للناس معتقداتهم الدينية. بس طبعا احنا دلوقتي بنقول ايه ده، واحنا مثلا ما عندناش وعي، هو احنا مش عارف. لا، ما احنا هيتم علينا قبليها تكثيف، احنا بيتم علينا حاليا. هم بيستغلوا ان 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 الناس مثلا بتتعاطف زي ما احنا مثلا في المساجد وفي الكنائس وفي كذا، وازاي بنبكي عند رؤيه كذا، لكن هم في الاساس ان هم هيحطموا كل الاديان دي برموزها في ديانه واحده، بعد تحطيم كل هذه الاديان في ديانه واحده، بعد اثبات خطا كل هذه الديانات. يعني ليه هم عايزين هم يعملوا عايزين يقنعونا ان الديانات كلها غلط. بعد الخلخله ده مثلا جايب الوثائق الاساسيه، يعني ده هنا فيها عشان اللي ينكر مثلا او كذا او كذا او كده، يعني جاب الوثائق الاساسيه بعمل الحكومه الامريكيه في مشاريعها العسكريه على تصوير اجراء تجارب، ودي الوثائق الرئيسيه، اجراء تجارب مماثله لنزول الانبياء والرسل ومعتقدات الاخرين، واجريت هذه التجارب بالفعل، وكان اخر تجارب يعني اجروها مثبته في عصر بوش، وكان وصل التقنيات دي لدرجة عالية جدا، حتى ان هو وده ممكن نفتح ليه حلقة كاملة، ان يعني ان احنا نثبت ان الهولوجرام واجهزة البلازما والهولوجرام هي ما صنعت احداث 11 سبتمبر. احداث 11 سبتمبر مصنعة بالكامل، ممكن نثبتها يعني مش مثلا ايه مش اي كلام كده، احداث 11 سبتمبر مصنعة بالكامل، لان هي كانت بداية الحرب على الاسلام. عشان تعمل حرب على الإسلام وتدي نفسك ذراعة للي هيحصل بعد كده، ان انت لازم تدي ضربة موجعة تظهر امام العالم، حتى انك انت تضحي بكذا، وده دأبوهم من زمان. يعني ايام مثلا عملية خليج الخنازير وبتاع، انت عايز تمشي موضوع اقتل شوية من عندك، عايز تعمل كذا اعمل ايه كارثة عندك، لازم تبقى في ذريعة يعني في ذريعة. فأحداث 11 سبتمبر دي مصنعة بالكامل، وكمان مصنعة بخيابة، يعني مش مصنعة بحرفية، ده مصنعة بخيابة. وممكن يعني ايه لو عايزين مره ان شاء الله نبقى نفرد لها حلقه كامله كيف تم تصنيعها بالادله. اوكي، لكن هي اساسها كانت الحرب على الاسلام، وهو كان الاتحاد السوفيتي وقع خلاص بقى، فعايزين ندور على عدو جديد. يعني لا، هو مش عدو جديد، هو ده في المخطط الاساسي. انك انت حاربت بتحارب كل الاديان، وفي الاخر هتقوم ضارب كل الاديان، ضارب كل الاديان، حتى اليهوديه اللي انت بتلعب بيها. حتى اليهودية. هو هنا بيوري ان اغراق الغلاف الجوي الفترة اللي فاتت بنوع مختلف من الكيمترال اللي كان مستخدم، والنوع ده فيه طبقات عكسة جدا، ووجد محروسة كوندريزا ووجد ان فيه، لا ده تحقيق يعني على قنوات امريكية، ان فعلا تحقيق على قنوات امريكية ماشي بنت خالتها، ان فعلا الكيمترال بقى مشبع بالباريوم، وفي كثافه جدا ان انت تملى، وده اللي هيساعد على فكره تشكيل الاشكال والحاجات دي كلها.
انك انت تساعد على عكس الصور المجسمه بصوره هنا بيشاور على الغازات ان الكيماترال الفتره اللي فاتت مشب يعني عمالين يعملوا تشبيه في كل حته في كل سماء ده هنا غير بقى استخداماته المتعدده. احنا قلنا استخداماته المتعدده حاجات كارثيه. يعني انت عندك زي ما قلنا نقطه التحكم في الطقس، وبرده الجراد الاحمر مثلا اتعمل عن طريق اللعب في المنخفضات والمرتفعات الجويه بحيث ان انت تسوق الجراد الاحمر لمصر، الصواعق الكذا الكذا، غير بقى الجراثيم الميكروبات المخلقه، غير الاستحواذ، غير حاجات النانو تكنولوجي او النانو روبوتس اللي بقت ملحقه فيه فبتتم السيطره تماما. طبعا مريم برضو الاضافه ان هو هيخلي الصوره تبان، يجسد الصوره في السماء انما في السيارة انما اكيد ليه مصايب على البني ادم. يعني ما انا بقول اللي هو يعني هو له بقى يعني ما له استخدامات كتير جدا زي ما قلنا، يعني لسه بقول يعني لعب في الطقس، وحتى انك انت ازاي تجدب منطقه يعني تجعلها كحله، ازاي تعمل في حته تلج، ازاي تحرك منخفضات ومرتفعات بحيث ان احنا زي ما قلنا جابوا لنا الجراد الاحمر اوكي، وده جاي بسبب الكيماترال مش جاي كده غير اللعب في الطقس، اللعب بالميكروبات المخلقة، ودي حصلت برضو يعني مثبتة وثائقها حتى في حرب الخليج. يعني مرض الخليج كان بسبب رش الكيماترال اللي فيه الميكروب المخلق الأصيب بيه عساكر كل عساكر الجنود الأمريكان اللي كانوا غير كده بقى أنواع مختلفة من الملوثات والأساليب السيطرة عن طريق الحاجات النانوية. خلي ده بس شغال، يعني احنا بنتكلم ده المرحلة الرابعة بقى في مشروع الشعاع اللي هو زي ما قلنا الغزو الفضائي. العرض الفضائي اول، لا العرض الفضائي ده كان رقم 2. الغزو الفضائي ده معدله من فتره كبيره للناس مثلا بتضحك عليه وكذا وكذا، تقول ايه الكلام ده ومش عارف ايه. الغزو الفضائي ده يا جماعه بتكلم عليه ريجن في الامم المتحده واتكلم عليه في جلسه علنيه للامم المتحده، اتكلم عليه كل رؤساء امريكا، اتكلم عليه كلينتون يعني له برامج كامله بيتكلم على الغزو الفضائي، واتكلم على حادثه روزويل والحاجات اللي والافلام اللي اتعملت، عشرات الافلام اللي كل يعني كل الرؤساء العالم اتكلموا عنه. ومؤخرا ميدفيديف لما طلع حذر ان في احتمال غزو فضائي قريب واحتمال ان هو يتم في 2013، عشان كده بنتكلم عنه سواء حصل او لا. انا في اعتقادي هو قادم لا محاله، وان دي حاجات بتعد من زمان، ودول المستخدمين دول شياطين اصلا، وهيتم تزييف العالم. ايه الهدف بقى الجزئيه دي في مشروع الشعاع الازرق؟ ان هيتم عمل الغزو الفضائي ده باستخدام ما تم اعداده، اللي احنا قلنا قبل كده ان الاطباق الطائره دي موجوده في قواعد الجوف الارضيه اللي معده من زمان وبالتعاون مع حكومات الدول الكبرى. لكن النقطة ان هم هيعملوا في الاول ان الناس تتجمع تحت امريكا حامية العالم والكذا والكذا، او تحت يعني حكومة موحدة وجيش يقاوم هذا الغزو، لكن بعد كده هيبتدوا اقناع ان لا ده دول انا كان نفسي نعلي، احنا ما نقدرش نعلي الصوت في الجزء ده. صوت يا اميرة ده كان جايب ان اساليب الاستحواذ دي بالموجات الخفيضة، حتى كان في مبنى عمل يعني مبنى تجاري في امريكا عمل التجربه دي في الشارع، يعني فاصلا اي حد بيمشي قدام المبنى ده يحس انه اتجنن، يحس ان ايه في اصوات جواه هتيجي دلوقتي، يعني في اصوات جواه عماله توشوش له وعماله كذا بيسمعها من جواه، فدي حاجه ممكن تجنن. دي حاجه بتحصل لنا برضو يوميا وبتحصل لنا كذا وبقت يعني ده من زمان، فدلوقتي بقى ده منتشر وممكن تسمع الاصوات دي من جواك وممكن الاصوات دي تقودك للجنون. يعني بص هو ماشي، لو احنا نعلي دلوقتي علي اميره كده، بص الاصوات دي تبتدي تسمعها، في صوت زي وشوشه كده، لا في صوت وشوشه تقول بص اي نوع مش عارفه بس هي مش باينه في هو اللي ماشي سامع دوت، بس هو مش عايز يجاوب، لو جاوب هيلاقي الصوت بيرد من جواه. يعني هو كان المبنى ده عاملها كنوع من الدعاية. غير كده برضو ان استخدمت في حرب العراق واستخدمت في حرب الخليج، وكمان برضو الدبابة الشعاع الازرق اللي هي بتصيب ببيم حراري بتعمل ألم
بدون إصابة فعلية استخدمت في حرب الخليج. أساليب استحواذ دي استخدمت في حرب الخليج. ده برضو مثلا استخدام الهولوجرام. الهولوجرام مستخدم زمان زي مثلا المؤتمر اللي عمله ألجور وطلع فيه مجسم بالهولوجرام وعادي يتكلم الناس. ده مثلا أمير تشارلز دي كان في أبو ظبي من سنين على فكرة. في الهواء كده. ده مش حقيقي. ده هو هولوجرام في الهواء كده مطلع عينه. ده هو هولوجرام واحنا نتكلم على الهولوجرام دلوقتي. بس ده كان في مؤتمر في ابو ظبي. فانت ازاي ده برضو عميل سي اي اي بس هو هنا جايبه بسرعه. انا عندي الحلقه بتاعته. ده بيعترف باستخدام وده رتبه يعني. ده عميد اتقتل ولا لسه؟ لا 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 ده كان بيتكلم على اساليب استحواذ. وبعدين هو في الوسط اعترف ان الحكومه الامريكيه استخدمتها كتير جدا على سجناء جوانتانامو ومنهم ابو زبيده بتاع القاعده اللي استخدمت عليه التقنيات الحديثه بحيث ان هو تم الاستحواذ عليه في 30 ثانيه وحس ان الله بيتكلم من خلاله. هضطر اقطعك بقى انك انت خلاص دورك انتهى بس عندي كذا رساله وخلاص انتهينا. احنا هنكمل يعني هنكمل الموضوع ده الحلقه الجايه.